بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى الله تعالى المحسنين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحمد لله، نشكر الله ثم نشكر المتبرعين. اليوم تم افتتاح مشروع لحياة حفر بئر مع متوضع صدقة جارية من سماء تحسين جميل وأتاد وآل بيته جد المثلث. سقانا الله وإياهم من أنهار الجنة، مع البئر الكهرباء والمواضي بإشراف تراحم سنابل الخير. جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة.